إذن هذا آخر فيديو ضمن البروجكت مالتنا اللي اشتغلناه على نمط ويندوز فورم باستخدام لغة سي بلس بلس، واحنا طبعا اشتغلناه على اساس يكون عندك تصميم، يعني ليس كبرمجة للداتابيز. فخلينا خلال هذا الفيديو انه نعمل انتقال على الفورم حتى تتعلم كيف انه تنتقل من فورم الى فورم اخر. طبعا اللي تحتاجه عملية بسيطة جدا. لو تذهب الى الفورم راح تجد عندك هذا الكود اللي هو يعمل لك application dot run. هذا يعمل لك application dot run، اذا قمت بوضعه له كعملية انتقال راح يسبب لك مشاكل. اللي نحتاج انه نعمل انستنساخ من الفورم اللي موجود عندنا، ثم بعد ذلك نعمل عليه show. اوكي، فخلينا نتجه هنا الى الفورم الرئيسي مالتنا، ثم بعد ذلك ارجع الى هنا لعملية الاضافة. هذه عملية الاضافة، اعمل الفويد الخاص فيه، وبعد ذلك ايش راح اقول له؟ راح اقول له انه انا عندي ماي فورم اور فورم. اوكي ماي فورم، لكن قبل ذلك تحتاج انه تعمل يوزنج بالنسبه للماي فورم مالتك، اي تبدي انه انت تستدعي الماي فورم مالتك. فلو تذهب لي هنا راح تعمل انكلود، انكلود على الماي فورم في الصفحه هذه الرئيسيه مالتي. فخلينا اصعد للاعلى اعمل انكلود عليه بهذا الشكل. اوكي، اعمل عليه انكلود بهذه الصوره، ثم بعد ذلك ارجع الى الفويد مالتي، وداخل ايش راح اقول له؟ راح اقول له انا عندي ماي فورم 1. اوكي، وبهذا الشكل اقول له فرم 1، ثم بعد ذلك راح ابدي اسنسخها باستخدام الجي سي ان يو، الجي سي ان يو، وابدي استخدمها من اسنسخها من ماي فورم 1 فقط. هذا يعني انت تبدي تستنسخ، يعني اصبح عندك هذا الاف ار ام هو مستنسخ كليا من الماي فورم. فبالتالي فمن الخصائص الخاصه في الاف ار ام اللي انا عملته انه استطيع انه اعمل عليه ايش؟ اعمل عليه شو. فبشكل مباشر ايش راح اقول له؟ اعمل لي شو عليه اور شو دايلوج. اوكي، يعني بهذا الشكل. فالان لو تعمل عليه الرن، طبعا راح يقول لك استخدم اني كيو، ما عندنا اي مشكله، نقول يس باستخدام يعني كاركتر غير مسموح به هنا، فما عندنا اي مشكله. فتلاحظ الان لما تضغط على اضافه راح ينعرض لك الفورم هذا في السنتر سكرين مثل ما قلنا. طبعا فاللي عملته الان انت لما عملت كائن يمثل لك هذا الفورم، طبعا تستطيع الوصول الى جميع الخصائص الخاصه في الفورم. اذا اردت انه تقوم بتغيير في خصائص معينه، فكل اللي عليك انه تقوم باستنساخ الفورم، وتستطيع الوصول الى كافه الخصائص الخاصه داخل الفورم الرئيسي. وطبعا هذا ضمن البرمجه الكينيه، يعني في الاساس لو ترجع الى الفورم هذا الرئيسي وتريد تصل على سبيل المثال الى تغيير هذا التكست اللي موجود هنا مثلا في عمليه الاديت، فكل اللي عليك انه تغير المودفايرز الخاص فيه الى بوبليك. والان طبعا لو ترجع الى الفورم هذا الرئيسي فتستطيع انه يعني تصل الى البوتون اللي موجود عندنا. اوكي، وتستطيع يعني تستطيع الوصول الى هذا البوتون، ثم بعد ذلك تقوم بتغيير الخصائص الخاصه فيه. فلو تقول له FRM1 يعني يمكن انه نستخدمه بهذا الشكل، ثم بعد ذلك تقول له بوتون وتبدي بعمليه تغييره.